اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں محترم ناظرین۔ سورۃ یاسین ہے اور آیت نمبر 50 سے ابھی شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 50 یا 51، یہ سٹارٹنگ آف دا فورتھ رکوع ہے۔ ویور کے پاس جاتے ہیں، لیٹس سی ہو وی ہیو۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہز کھولیں، کیا نام ہے؟ مسز رحمان کینٹ تکی۔ مسز رحمان کینٹ، بلا سن مسز رحمان جی، الحمدللہ، ویری گڈ انڈیڈ جی۔ ویس نمبر 51 پلیز۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ينسلون اخفا ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. جی، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون. لدينا نون فر ألف مدة، لدينا مهدرون جي. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. عدو مبين، عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اوكي لوبلي، جزاك الله مسز رحمان. امر فرق كي لكي كسني فورا ٹھیک ہے، ارو پریکٹس ان شاء الله نیکسٹ ایئر ہم نے بگننگ تو نے سٹارٹ ہوئی بو الف با تا تھا مخارج صفات اول دی رولز ان شاء الله ہو ٹائم یاد ہربا چلا اوکے تھینک یو مسز رحمان فرام کینٹ نیکسٹ ویو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مختار جی ٹھیک ہیں آپ الحمد للہ ویس نمبر 64 پلیز شروع کیجیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلوحل نیکسٹ ویس پلیز ہائی لائٹ ہے اصلوحل یوم اصلوحل یوم بما کنتم تکفرون اليوم نختم على نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون
ولو نشاء لا لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون جي وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اوكي لمن جزاك الله مختار جي جزاك الله دعا مجاد رکھنا ابي نیکسٹ ویو السلام علیکم مول سلام جی جی میں سبق سنانا چاہتی ہوں کیا نام ہے جی مسز محمود مسز کون محمود جی ہاں ہاں وہ مانچسٹر سے جی 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 خیریت سے جی خیریت اوکے لیٹس ہیو آن دی سکرین پلیز فار مسز محمود جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اچھا یہ وَذَلَّلْنَاهَا نون کو بھی لمبا کیجئے ہا کو بھی لمبا کریں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمَنْ هَرَقُوبُهُمْ وَمَنْ هَيَاقُرُونَ وَلَهُمْ فِيهَا اچھا وَلَهُمْ فِيهَا فَا کے بعد یا مَدَّا ہا کے بعد علیف مَدَّا فِيهَا فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون جي واتخذوا خاكز لمبانا کرے واتخذوا من دون الله آلهة اللهم ينصرون لام کے بعد الف مدہ ہے لا يستطيعون نصرهم
وهم لهم جند مقذرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. Okay, lovely. جزاك الله Mrs. محمود. Thank you. آپ سے پھر بات کریں گے. Okay. Lovely. Next of you. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ہے. ہاں کہاں سے؟ لندن سے. مسز شاہ. اچھا مسز شاہ شروع کیجیے پلیز. ویس 77 اولم یارو اولم یار الانسان. اچھا ٹھیک ہے. اب اسکرین پہ آیا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یار الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. جی للذي جعل الذي الذي یہ دیکھیں نون قطری جب علیم کو الذی کے ساتھ ملائیں گے اس وقت علیم الذی ہے. اچھا. اگر علیم پہ وقف کیا تو پھر الذی نون ٹھیک. نون قطری اس وقت نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے الذی جعل لکم من الشجار الاخضر نارا. اخضر نہیں ہے اخضر. اخضر جی. اخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. جی ابھی آیا نہیں. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. جی. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Okay, lovely. Thank you so much. Thank you very much. Jazakallah. Mr. Shapir, آپ سے بات کریں گے. Let's come back. To now سورہ صافات. سورہ یاسین بھی ختم ہے ماشاء اللہ. سورہ صافات شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام سلمان خرید سے. الحمد للہ. ویری گڈ. سورہ صافات شروع کرتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد. نہیں سورہ صافات. سوری سورہ یاسین کے بعد صافات ہے نا. جی میں ٹیبلٹ پہ غلط نکال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب
دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعوا شهاب ثاقب فاستفتهم جي فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رعوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون اوكي لابلي جزاك الله مسلمان اب ان شاء الله نيكست فيو السلام عليكم وعليكم السلام جي انا جي افنا نام بيغم اچھا بيغم جی پلیز ویس نمبر 22 شروع کر با پلیز سورہ صافات ویس 22 سکرین لاسٹ لائن احشر الذین ظلموا احشر الذین نا واہ نا احشر الذین سکرین احشر الذین جی جی لاسٹ لائن سکرین ہے کنن تک جی احشر الذین کنن تک جی جی وہ سب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناهم من طين لازب بل عجيب نہیں 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 بیگم جی احشر الذين سکرینو انڈر لائن لاسٹ لائن احشر من سکرینو right at the bottom bottom line bal ajibta nahi 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 uhshurul ladina bal ajibta nahi afnar samne quran na screen ji na screen na quran samne tv screen aur samne na quran samne afnar please ji na amar quran samne lai ami afnar ta screen dekhe korta all right okay to screen e mane end line last line kun ta ba إن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا خلقناهم نا إنا خلقناهم نا ميسيس بيغام إنا خلقناهم ولغي top line end line ماني right at the bottom end line أحشر الذين أحشر الذين yes بطيانة جی وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم Good. وقفوهم إنهم مسؤولون مسؤولون حمزة فر واو مدة لام فر واو مدة حمزة لام لمبا بليز إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصحون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليحيى okay.
قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قوله وأزواجهم وما قول فري ربنا ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا عغاوين فإنهم يومئذ في العذاب مستبقون إنا كذلك نفعل بالجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين مرسلين. Okay, جزاك الله Mrs. Begum. Thank you so much. Nice tilawat. Aro inshallah khalke again diba call. Okay, lovely. Thank you. She read very well, I must admit. Next, we are ke paas chalte hain. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ji, kahan se? Manchester. Kya naam hai? Mrs. Khan. Mrs. Khan, first time hai aap? First time. First time? Ji. Acha, kitne arse se aap show dekh rahi hain? Pehle pratham dekhi dekhsi pade aur baad disi aur dekhsi rakhu arki. Acha acha. No problem. To bala sun. Ji bala, sir. Alhamdulillah, very well. Okay, let's have a please for she's the first time caller, Mrs. Khan from Manchester. On the screen. Wama innakum la dha'iqu. Ji. Top line, screener, top line. فأغويناكم إنا كنا غاوين. ماني آية نمبر. أجي آية نمبر. آية نمبر is 32. فأغويناكم إنا كنا غاوين 32. فأعونا. فأغويناكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم فأغويناكم إن كنا غاوين. اچھا اپنا hold تخبا ان شاء الله a break for it continue inshallah we will continue after the break. جو باقی ناظرین اب جو ہے مسز خان کے بعد جو مانچسٹر سے first time caller آپ call کیجئے. And last segment by Surah Safat. Obviously, we're going to continue. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.